تحية طيبة أعزائنا المتداولين، عدم يقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي مع وجود نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي لم يحل بعد، حيث تقارير الشركات الأمريكية الأضعف من التوقعات التي أدت إلى طمس البيانات الأمريكية الإيجابية إلى حد كبير الأسبوع الماضي. أولاً، انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 3.9 الأسبوع الماضي، حيث انخفض إلى المنطقة السلبية لهذا العام، وواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه بنسبة 0.7%. ثانياً، جميع مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية انتهت بانخفاض قوي، حيث سجل مؤشر نيكي أكبر انخفاض حيث فقد 6%. ثالثاً، هبوط جميع العملات الرئيسية مقابل الدولار مع استمرار انخفاض الجنيه الاسترليني، فقد انخفض بنسبة 1.8%. هذا الأسبوع يلتقي بنك اليابان وبنك إنجلترا يومي الأربعاء والخميس على التوالي. من غير المتوقع حدوث تغييرات في السياسات النقدية، ومن المتوقع أن يشهد تقرير الوظائف لشهر أكتوبر في الولايات المتحدة يوم الجمعة تحسناً في التوظيف مقارنة بالشهر الذي سبقه. من المرتفع مع ارتفاع عدد الوظائف بنحو 190 ألفاً ومعدل البطالة عند أدنى مستوى خلال 84 عاماً عند 3.7%. وإلى اللقاء.